Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sab-ı semaha vel fazile ve seade ihvani el kiram. Ehlen ve sehlen ve merhaben bikum fil bu'atati Türkiye ve nahnu neşkur kable kulli şey li terbiyeti davetine müttefikan ma'a mebadi'il hac. Şakirin entüm iştematun huna ve netekellem ve neteşavar mesailene min hadihil mesail el ahtaf elleti vegat fil avinetil akhira fi Arakan. Ve lezelke da'avnel üstad Selimullah li yabhath an hadihil ahtaf elleti vegat fi Arakan. Lev kulna fil ulema في أندلس سيجيء يوم ما بقي في أندلس إلا اسم الإسلام وإلا بعض الآثار التاريخية هل يعتقدون هؤلاء العلماء الذين يتذاكرون ما بينهم ويدرسون العلوم الإسلامية في هذا التاريخ لكن ما بقي من الإسلام شيء في أندلس معروف لديكم والآن طبعا إذا لم نتفق وإذا لم نوحد كلمتنا ليس ببعيد أن نلتقي في نفس الأوضاع في العالم في أماكن مختلفة وأمامنا أكبر الخطر في بالنسبة إلى مسلم أراكان هذا الوضع ولذلك يعني أنا أشترك أستاذ وزير أفغانستان أخي الكريم أن نصدر بيان إن شاء الله لهذا الموضوع إن يتفق أهل هذا المجلس إن شاء الله إن يتفق أهل هذا المجلس وأنا أيضا أشترك في هذا الرأي لإصدار بيان إن شاء الله إخواني الكرام السادة رؤساء منظمات الحج الأكارم معروف لديكم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أدى الأمانة وبلغ رسالة التي محى بها كل عصبية وكل تعصب قومي وفتنة وتفرقة وجعلنا إخوة في الدين وعلى أهلي ونشكر لتلبيتكم دعوتنا لهذا الاجتماع كأمة محمد صلى الله عليه وسلم السادة العلماء أيها الحضور الكرام الإخوة المراسلون والإعلاميون الحريصون على نقل الرسائل المرتقبة هنا إلى العالم أحييكم جميعا في موسم الحج الذي تعم فيه نفحات الرحمة والمغفرة وفي هذا الأرض المقدسة بتحية ربنا سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذه الوسيلة على عاتقي أمانة أستاذ دكتور محمد جورمز هو يسلم عليكم كثيرا رئيس الشؤون الدينية من قبلي هو يسلم عليكم كثيرا معروف لديكم هو جمعكم من قبل مدة 7 سنوات لهذا الحفل وفي مستهل كلمتي أود أن أشكركم جميعا على تلبيتكم
hadhihi ed-da've ve huzurikum ila barnamaji el-muayyete elleti i'tadnahu منذ بضع سنين وبرحبكم في رحاب بيت الله الحرام أيها الضيوف الأكارم إننا نعيش في هذا اليوم العظيم فرحا كبيرا وسعادة عظيمة من جهة فرحون لأننا في هذه الأرض المبارك التي هبط بها الوحي وعاش فيها الأنبياء وسار عليها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة يبلغ رسالة الله للعالمين وقد من الله علينا بإتمام حجنا الحمد لله إننا كأمة فرحون من جهة لأننا نعيش عيد الأضحى الذي هو عيد تأسيس أمة الإسلام التي أرسى أرضيتها سيدنا إبراهيم وهو يرفع قواعد الكعبة أسأل الله لي ولكم ولجميع الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وهدايا مقبولة وبهذه الوسيلة أهنيكم ضيوفنا الأعزاء والمسلمين جميعا بأصدق مشاعري القلبية بعيد الأضحى بلغنا الله وإياكم جميعا ما شاء من الأعياد بالصحة والعافية وأقدم شكري للملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ووزير الحج والعمرة والمسؤولين في وزارة الحج والعمرة والمؤسسات الطوافة وموظفي الأمن وكل من له جهد في تنظيم الحج وأقدم شكري لجميع الشعب السعودي على التدابير التي اتخذوها وسهروا على تطبيقها من أجل تأمين أداء الحج في ظل الأمن والأمان وعلى حسن استضافتهم لحجاج بيت الله الحرام إخواني الأعزاء يؤسفني من جهة أخرى أن أقول إننا كذلك نشعر بالحزن والألم وتبقى فرحتنا ناقصة لا تكتمل لأننا نحن المسلمون نعيش أياما تبعث الحزن في نفوسنا فبعض البلدان الإسلامية تحولت إلى خراب ودمار وبات الإخوة يقتلون بعضهم بعضا ويستمرون في سفك الدماء وصارت التفرقة والتشتت يلازمنا ولا يفارقنا السنوات الأخيرة بدأنا ندرك الأعياد وأيام الحج بالدموع والآلام والدماء في هذه الأعياد نعيش أحداثا أليمة تئن لها قلوبنا وتسمم أعيادنا ونذهب بالفرحة التي تأتينا بها أجواء الحج المعنوية قبل أن تهبط في قلوبنا هذه الأوضاع التي تعيشها أمتنا تجرح وجداننا من الأعماق والأحداث الأخيرة التي تحصل في أركان في الأيام الأخيرة لا يمكن أن تتلائم مع الإنسانية ولا حقوق الإنسان ولا يمكن قبولها والسكوت عنها ألسنا مسؤولين جميعا نحو إخواننا الذين يتعرضون للظلم والإضهاد والتشريد بسبب مقولتهم ربنا الله إخواني الأعزاء بلى إننا مكلفون جميعا بتضميد هذه الجراح والتخلص من هذه الآلام والدماء وأيضا نحن مكلفين بتضميد الآلام في العالم كلها ولا يمكن لأحد لديه وجدان وضمير أن يظل صامتا أمام هذه الأحداث أعلم أنكم تشعرون بحزن كبير وتعملون ما بوسعكم لتخفيف هذه الأحزان والآلام ولكن ينبغي أن نبذل جهودا لإيجاد حل لهذا الوضع وتوحيد جهودنا لأننا إن لم نوحد صفوفنا ونعمل على صد هذه الصراعات والهجمات فسوف تستمر هجمات أعداء الإسلام
bi cevanibiha el muhtelife ala hadhihi el umme. İhvanim, yenbeği en na'lem enne ma yuhdifu el yevme fi manatıha adide bil coğrafyatil islamiyye min sura'atin ve niza'atin ve tefcîratin ve katlin lil enfüs la yaktasiru te'thiruhu ala el muslimine ellezine ya'işune fi tilkel manatık. Bel yeteaddâhu kezâlike ilâ teşbihi sûreti dininel hanîf fi ezhânin nâs ve idlâlil müslimîn fil âlemi kullihî ve yekûnu hâzâ el vâz sebeben fil iqsâ ve tehmîş el müştemâî fi cemî'il menâtıkilleti taktinuha el akaliyyât el müslimâ fe yebkâ el müslimûn vechen li vechin ma'al khawfi ve tehmîş vel âyş tahte tehdîdil unf والأوساط التي تريد إنتاج إسلاموفوبيا تواصل مساعيها لبث الخوف المصطنع من الإسلام في قلوب الناس من خلال التركيز على الصراعات وعبر هذه المناظر الأليمة في العالم الإسلامي والقيام بحملة دعايات غير منصفة ضد المسلمين وحتى الظالمون المجرمون في أركان يحاولون أن يخلقوا لهم ذريعة لما يفعلون لهذا الشعب المظلوم إن العالم أيها الإخوة الكرام يجد صعوبة في قراءة أسباب هذه الأحداث وتحديدها فبعضهم يبحث عن أسباب حالة الجنون هذه في الدين الإسلامي والجذور التاريخية للمذاهب مع أنها بعيدة كل البعد عن الدين والمذاهب ومن العبث البحث عن جذور الصراع في عصر السعادة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاختلافات المذهبية التي حصلت عقب فترة الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه وربط جميع هذه الأحداث التي تقع في العالم الإسلامي بأعداء الإسلام والقوى الخارجية والإمبريالية والصهيونية لن يأتي بحلول يجب علينا أن نتناول الأحداث الجارية في العالم الإسلامي بمقاربة محايدة ونشخص الأسباب الداخلية والخارجية تشخيصاً صحيحاً ونجد الأخطاء التي ارتكبناها وننتج لها حلولاً فالدماء المسفوكة دماؤنا والقتلى قتلانا والديار التي صارت خراباً ديارنا والحلول بالتالي يجب أن تكون من إنتاجنا أيها الضيوف الأفاضل نحن المسلمون أصحاب حضارة عريقة وتجارب تاريخية واسعة إننا اليوم نمر بعهد الفترة الكبيرة التي تكررت بضع مرات في تاريخنا ولكن المحن التي جلبها عهد الفترة هذا يجب أن لا تقودنا إلى اليأس والقنوط فهذا العهد أرضي وهذه المحن ستنتهي وتزول بإذن الله والأيام التي تتحسن فيها أحوال الأمة ويتحقق فيها الأمن والاستقرار قريبة إن شاء الله وعبادة الحج تمدنا بأمل كبير في هذا الخصوص وتؤمن فرصة العودة إلى أنفسنا وتكسبنا حماس اليقظة والانبعاث من جديد وعيد الأضحى المبارك وسيلة جديدة لطي المسافات بيننا وبين الله تعالى فالعيد يقربنا من أنفسنا ومن الله تعالى ويقرب أرواحنا المثقلة من صاحبها ومالكها وبارئها وعيد الأضحى عيد التقرب والقربان وعلينا نحن الأمة الإسلامية أن نتقرب من بعضنا ويدعم بعضنا بعضا وستنتصر حكمة والأخل السليم بإذن الله تعالى إخواني الكرام إن إحياء هذا الأمل والقضاء على حالة البؤس هذه تقع على عاتقنا أيضا فتعالى نرى الفتنة أشد من القتل ونبذل جهودا مشتركة لإزالة الفتنة من الأرض تعالى نعمل معا لتعود ديارنا من جديد ديار سلام ونبني حياة تقوم على السلام من خلال تأمين أوساط العيش المشترك
ve ibadetul hac elleti tuaddiha elleti nuaddiha tuqaddimu lana fursatan kebiraten fi hadha'l ma'na li'anna'l hac yuallimuna alla namussa nefsen bisu'in fela naqtula namlatan aw ba'udatan fama fawqaha ve libasul ihram yuallimuna an nabqa ba'idin an kafati anwa'i tamyizil qa'im ala'l maqam vel mawqi vel fitne vel fiyye ve yuallimuna an at-tamyiz bayna'n nas neticetu ihtilafihim fil lugati ve levnil beşerati fikrun cahili ve yuallimuna el hac en neltegye ala cihetin vahidetin en neteveccah ala cihetin vahidetin ve kibletin vahidetin ve istikametin vahidetin ve yüzekkiruna bit tarihillezi bede'e bi seyyidina İbrahim aleyhisselam ve iktesebe deymumeten ma seyyidina Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve yukhbiruna annena nentemi ila zelke tarih el haccu yec'aluna na'işu yevmel kıyameti fi hâzihi el-dünya ve yahmiluna ala hayatil âkhira ve indemâ nadufu havlel kâbeti netezekkaru yevmel hisâb ve na'işu yevmel mahşer fi arafat ve netezekkaru kefene bil libâsil ihram ve el haccu yezra'u fi nüfusina el emel bil müstakbel والروح القيامة رغم جميع هذه السلبيات التي تحصل في جغرافياتنا رؤساء منظمات الحج الأكارم ينبغي أن نعلم حجاجنا ينبغي أن تعلم حجاجنا أن الحج ليس مجرد عبادة بل هو كذلك وسيلة لإحياء روح اليقظة والانبعاث إلى والانبعاث التي تحدثت عنها ينبغي أن نجعلهم يخضعون للتدريبات اللازمة قبل القدوم إلى هنا ونعمل حتى يؤدوا هذه الوظيفة الصعبة على أفضل وجه وينبغي أن نقدم كافة الدعم لإخواننا الذين يعملون على استضافتنا هنا ويبذلون جهودا من أجل أن نؤدي وظيفتنا هذه بأمن وسلام يجب أن تكون عبادة الحج موضوعا لأخبار تتحدث عن حكايات الأخوة بين الحجاج في الحج ينبغي تغليم الحجاج وتدريبهم من أجل رعاية حقوق إخوانهم واحترام بعضهم بعضا والاهتمام بالمسلمين المظلومين فلا يلحق الأذى ببعضهم فالحج كذلك أوساط للتضامن والوحدة الاجتماعية كما يجب علينا بالتأكيد أن نقوم بتدريب حجاجنا التدريبات اللازمة من أجل الاهتمام بالنظافة ورعاية حقوق الآخرين وتجنب التصرفات التي من شأنها أن تؤذي غيرهم فعلينا مسؤولية القيام بوظيفتنا هذه بنظام وانتظام لتكون قدوة للعالم يجب علينا أن نعمل حتى تغدو منظمات الحج كل عام أفضل وأرقى في ختام كلمتي أود أن أشكركم جميعا مرة أخرى على استجابتكم لدعوتنا وأسأل الله تعالى أن تعودوا إلى بلدانكم بالصحة والسلامة وأحييكم بكل المحبة والتقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته